شيء شكرا للموقع سلطانة على هذا الاهتمام بالمجال الفني الإبداعي وخاصة التلفزي والسينمائي. سعيد بكم وسعيد بلقائكم، وغادي نكون أسعد وأسعد بكثير بلقاء الجمهور قريبا على القناة الأولى المغربية بالفيلم ديال المكاتيب. شريط المكاتيب التلفزي كيحكي على واحد القصة ديال واحد المرأة كتشتغل في السوق، والأب ديالها كيشتغل في الباركينج، وعلى المعاناة ديالها مع الزوج ديالها اللي كيعنفها. وفي نهاية المطاف كنخلي القصة ما ندويوش عليها بكثر، نخليوها شوية للتشويق. دراما اجتماعية مغربية كنحاول نموقعها في المدينة القديمة، وخاصة الأجواء العائلية والحبية والطيبوبة ديال الناس القدام اللي كنا كنعيشوا معهم لحظات جميلة، اللي كانوا تبصيل ديال العدس وتبصيل ديال الدواز كيف كنقولوا في الحي الشعبي، كيتقاسموه مع بعضهم وكيسقسيو على بعضياتهم. السطح، جو اللقاء الحميمي، جو المحبة، جو الوئام، الجو العائلي هو اللي كنحاول نخلقه في هذا السيناريو. وكنحاول انني ماشي يكون غير الشخصيات الرئيسية هي مهمة في الفيلم التلفزي، ولكن حتى الأدوار الرئيسية، الأدوار العفو، الأدوار الثانوية او الأدوار القصيرة حتى هي كنحاول انها تكون مركبة وتكون عندها سيكولوجيا ديالها وموقعها في العمل الفني. كنشتغل دائما مع الممثلين، وهذا فرصة لبزاف ديال الممثلين المغاربة، حتى ولو الاشتغال غير على مشهد كان حضورهم قوي. البطولة من ديال سعيدة بعدي بمشاركة شرفية ديال محمد رزين، كذلك راوية وزهور سليماني وشباب كقريطاع و ياسمين العلوي. غنكتشفوا وجوه جديدة وغادي نتابعوا قصة فيها تشويق وإثارة، والهدف هو الحديث عن الأشياء اللي افتقدناها قصدنا نشدوا فيها، وأن العدالة في نهاية المطاف هي التي تعطي القيمة للبشرية. هو هذا الدور هذا جديد عليا، ريبرتوار اللي هو جديد تماما عليا، لأنها فيه جرأة بالنسبة لي وفيه تحدي، لأنها بنت شاب حرشها هضرتها واقفة، إنسانة اللي كنتلاقاو بها في لو كوتيديان، اللي كنتصادفوا مع هاد النماذج هادو بزاف، يعني بعيد على داكشي اللي قدمت وتجربة جديدة. الدور ديالي هو الدور ديال أحمد، رجل حليمة اللي تتأدي الدور ديالو الفنانة الكبيرة سعيدة بعدي، إخراج حميد باسكيت، فيلم تلفزيوني مكاتيب. هذا أول تعامل ديالي مع حميد باسكيت، والدور ديالي هو الدور ديال واحد يمكن شرير ديال هذا الفيلم هذا، ولكن اللي زوين مع حميد باسكيت أننا في الاشتغال وفي تهيئ الشخصية كنا اشتغلنا على الجانب الإنساني في هذه الشخصية، لحقاش ماشي كاع الشخصيات شريرة تتكون شريرة ولا تتولد شريرة، ولكن يمكن الظروف والحياة والمعيش ديالو هو اللي تيدفعو للشر، تيدفعو للجريمة، تدفعوا الاختيارات خاطئة. سيناريو رائع ديال سعيدة بعدي كالعادة، ثاني مرة تنتعامل معها كوم سيناريست وكممثلة من بعد البيوت أسرار اللي كان السيناريو ديالها وديال حافظة بعدي. تنتمنى الجمهور يشوف هذا الفيلم ويكتشف فيه واحد العلاقة من نوع آخر ما بيني وبين سعيدة بعدي، مختلفة على العلاقة اللي كانت عندنا في البيوت أسرار. مكاتيب هو شريط تلفزيوني صالح القناة الأولى، هو دراما اجتماعية كيسلط الدور، نقول كيسلط الدور أولا أول مرة يمكن كنشوفوا واحد شريحة ديال اللي كتمثل النساء المغربيات اللي هما العيالات اللي كيبيعوا في السوق، يعني الإكراهات اليومية، ويمشيوا يتقدموا من مارشي كريو ويجيوا يحطوا السلعة ويبيعوا، والإكراهات ديال العائلة والفهمتي، يعني باش يحاولوا يوازيوا بين العمل اللي هو شاق ومتعب ويومي،
يعني باعوا غياكلوا ما باعوش ما غياكلوش، وبين عاوتاني المسؤوليه ديالهم كامهات كبنات، لان هاد حليمه عندها باها مقعد مريض تعي العائله، ولكن الراجل ديالها خنوع، دونك هي اللي هزه المسؤوليه كلها على كاهلها. وهذا يعني كما قلت لك انا حيت انا اللي كتبت السيناريو، دونك كنمشي مره مره للمارشي وديما تتستفزني هاد النوعيه من النساء اللي كنعتبرهم مناضلات يعني من الدرجه الاولى، مكافحات من اجل لقمه العيش الكريمه، يعني كيجيبوها بعقر كتافهم، وكنحترم فيهم هذا الجانب. هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.